أخبار اليوم. كنزة بيدوان من المغرب، رئيسة الاتحاد المغربي للرياضة للجميع وكذلك رياضة ترياتلون، كذلك بطلة العالم في اختصاصي اللي هو كان 400 متر ألعاب حواجز ألعاب قوى، كذلك بطلة أولمبية. الآن الحمد لله أنا متواجدة هنا في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، لمواكبة كأس أفريقيا وكذلك البطولة العربية للترياتلون. حضور يعني مكثف بالنسبة للفريق المغربي، عبارة على 3 من البنات وكذلك 5 من الأولاد. مشاركة الحمد لله إن شاء الله تكون موفقة بالنسبة للفريق المغربي، كذلك دعم بالنسبة للاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي برئاسة السيد سعادة اللواء أحمد ناصر، كون أنه يعني المدعم وكذلك الأستاذ الكبير يعني المدافع على الرياضة الترياتلون وكذلك تشجيع المرأة بالنسبة للاتحادات العربية والإفريقية، وكذلك دعم بالنسبة لهذا النوع الرياضي. ووجودنا هنا كمملكة مغربية وكذلك بأطرها ورياضيها كدعم وتشجيع على لإخواننا هنا في مدينة مصر، يعني في دولة مصر وكذلك خاصة بشرم الشيخ. صراحة شرم الشيخ أنا أول مرة تنحضر، ولكن تنتأسف اللي ما حضرتش يعني في السابق، لكن في المستقبل إن شاء الله خاصة هنا في المشاركة الرياضية، ولكن في المستقبل إن شاء الله غادي تكون زيارة عائلية. حضرتك على الشواطئ البيجية. أنا جيت يلا البارح في الليل، يعني يلا الصباح مازال ما شفت ولا شيء، ولكن باين على أنه يعني شيء جميل. من المؤسف على أنه ما تنعرفوش يعني دولنا، ما تنعرفوش يعني كل ما الحمد لله تتملكه يعني دولة مصر خاصة هنا في مدينة شرم الشيخ. مستقبلا تكون إن شاء الله زيارة عائلية مع أولادي، كذلك هذه مناسبة نوجهها لجميع المشاهدين اللي تيشاهدونا، لأنه هذه هي المناسبة وكذلك فرصة لأنه باش نتحدوا بعضنا ويكون التحام مدى أهمية السلام عندنا كشعوب عربية إسلامية. فعلا استضافة التظاهرات الرياضية هي مناسبة وكذلك هي رسالة على أنه بالرياضة ممكن نتفادوا عدة أشياء، وبالرياضة ممكن على أنه باش نكون أخوة مع العلم، لأنه الألعاب الأولمبية مقبلة، فلهذا كيف ما تنعيشوا في القرية الأولمبية ممكن على أنه نعيشوا احنا أولا كدول عربية وكذلك كدول مسلمة. حادث الطائرة المصرية المختطفة هل أثرت عليك قبل ما تيجي؟ لا 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 بالعكس، لما سمعنا على أنه مختطفة هي كان يعني كان غلط، ولكن بالعكس هذا ما خصوش يأثر علينا، لأنه طائرة اختطفت يعني كاين عدة طائرات اللي تختطف، ولكن ماشي غير طائرة مصرية تختطفت على أنه غادي نبقاو في المنازل ديالنا ونسدوا علينا وما نجيوش لشرم الشيخ. بالعكس.